ولهذا قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فالله أمر رسوله أن يقسم بربه أنه سيبعثهم. وقوله زعم، الزعم هو الكذب، الزعم هو الكذب، يعني كذبوا في قولهم هذا، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم تبعثون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. كذا مقالة الكفار قديما وحديثا، ينكرون البعث وليس لهم حجة إلا أنهم يقولون: كيف إن الناس إذا ماتوا وصاروا ترابا أنهم يبعثون؟ هذا مستحيل. قال: من يحيي العظام وهي رميم. سبحان الله. طيب، من قبل كانوا غير، كانوا من قبل غير موجودين أصلا، ثم خلقهم الله جل وعلا، فالذي خلقهم في البداية قادر من باب أولى على إعادتهم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. القرآن مملوء من الرد على منكري البعث. وأيضا لو لم يكن هناك بعث وجزاء على الأعمال لكان خلق الخلق عبثا، كيف يخلقهم ويعملون الأعمال الصالحة أو الأعمال الكفرية ثم يموتون ويتركون؟ هذا لا يليق بعدل الله جل وعلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ تعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن هذا. فالله جل وعلا لا بد أن يبعث الناس ويميز المؤمنين من الكفار، يجازي المؤمن بإيمانه ويجازي الكفر بكفره. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ كلهم يموتون ولا يبعثون ولا يجازون على أعمالهم، عاش وكلا. ثم إن الله هدد الكفار والمشركين والعصاة بأنهم سيرجعون إلى ربهم ويحاسبون ويجازون، هددهم بذلك وذكرهم بذلك، فدل على أن البعث أنه لا بد منه وأنه كائن لا محالة، والدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى.